بمناسبة فصل الشتاء وخصوصا اليومين دول ودرجة الحرارة المنخفضة، ناس كتيرة جدا بتعاني من برودة الأطراف سواء الإيدين أو القدمين والتنميل، وده بيعمل ألم وعدم ارتياح وتنميل وأحيانا عدم القدرة على التعامل مع الأشياء بأطراف الأصابع. علشان كده هتكلم معكم النهاردة إن شاء الله عن أشهر 10 أسباب بيعملوا تنميل وبرودة في الأطراف. معكم دكتور أحمد خميس، يلا بينا. اول سبب من اسباب بروده الاطراف سواء الايدين او القدمين قصور الاوعيه الدمويه، وده بيسبب ضعف تدفق الدم خلال الاوعيه الدمويه وبيعمل بروده جامده سواء في الايدين او القدمين، وكمان بيعمل تنميل وغز والم. تاني سبب من الاسباب قصور الغده الدرقيه، وقصور الغده الدرقيه بيسبب بروده في الاطراف، والبروده هنا بتكون مصحوبه بالم وخشونه في المفاصل، جفاف في الجلد، تساقط في الشعر، وفي بعض الحالات بيكون في اكتئاب بسبب اختلال هرمونات الغده الدرقيه. ثالث سبب معانا مرض السكر، وده من اهم اعراضه ضعف الدوره الدمويه والتهاب الاعصاب الطرفيه، وده بينعكس طبعا على الاطراف وبيسبب بروده وتنميل والم مستمر. علشان كده معظم مرضى السكر بيستخدموا ادويه بتحتوي على فيتامين B12 سواء حقن زي الديبوفيت B12 او الديبوفورت او ليفابيون، او اي حقن بتحتوي على فيتامين B12، او اقراص زي نيوروتون، نيوروفيت، دلتا فيت ب12 اللي بيحتوي على فيتامين ب12 علشان يخفف عندهم موضوع التنميل والالم والبروده اللي بتحصل في الاطراف. 4 فقر الدم والانيميا. هيموجلوبين الدم ده عباره عن بروتين غني بالحديد. فقر الدم وهبوط مستوى الهيموجلوبين في الدم بيأثر على نقل الاكسجين من الرئه لباقي اعضاء الجسم وبيعمل تنميل في الاطراف والم شديد فيه. 5 نقص فيتامين ب12، وده يعتبر المسؤول عن معظم حالات التنميل والوغز والألم في الأطراف، وخصوصا في الحالات اللي ما بيكونش عندها مشاكل زي السكر أو السمنة أو قصور في الأوعية الدموية أو قصور في الغدة الدرقية، أو عندهم مشاكل زي ما اتكلمنا، أو عندهم أنيميا أو فقر دم. علشان كده بنستخدم حاجة بتحتوي على فيتامين B12 زي الدلتا فيت B12 زي ما قلنا، أو أي علاج بيحتوي على فيتامين B12. 6 السمنة المفرطة. السمنة المفرطة بتأثر على تدفق الدم في الجسم وبتعمل قصور في الدورة الدموية، وبالتالي كمية الدم اللي هتوصل للأطراف سواء الإيدين أو القدمين هتكون قليلة وهتسبب تنميل وألم ووغز، وده ممكن يكون سبب من الأسباب اللي بتسبب تنميل. 7 أمراض القلب والشرايين. الإصابة بأي مرض من أمراض القلب والشرايين بيأثر بشكل سلبي على عملية الدورة الدموية وبيسبب قصور في الدورة الدموية، وده بيقلل كمية الدم اللي بتوصل للأطراف سواء الإيدين أو القدمين وبيسبب التنميل والألم والوغز اللي بيحصل خصوصا في فترة الشتاء. 8 التدخين. التدخين بيعمل عدم توازن في الدورة الدموية وبالتالي هيأثر على كمية الدم اللي هتوصل للأطراف سواء الإيدين أو القدمين. 9 مرض أو ظاهرة رينولدز ديزيز، ودي ظاهرة منتشرة جدا وهنتكلم عنها بالتفصيل في حلقة منفصلة، وهنقول كل المعلومات اللي انت محتاج تعرفها عن الموضوع ده. علشان كده ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة علشان اول ما الحلقة تنزل توصلك على 10. واخيرا اسباب تانية زي الضغط النفسي والعصبي، فقدان الشهية، استخدام بعض الادوية، برودة الجو، كل دي دول اشهر 10 اسباب بيعملوا التنميل في الاطراف سواء في الشتاء او غيره. والعلاج هيكون في الحلقة دي ان شاء الله عشان ما نطولش وقت الحلقة، وبكده هنكون وصلنا لنهاية الحلقة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. كان معكم احمد خميس، والسلام عليكم.